ميكرو فريد يقول مثلا احنا دابا بسوق الخرازين غنسولوا الناس على واحد نص ديال المثل يعني شعبي مراكشي اللي كيقول مراكش حوينتات حوينتات كريتبات شري اشنو غتشري اش غدير عندي واحد نص مثل وتكمل لي النص الاخر مراكش حوينتات حوينتات كريتبات شري شريت تندغ تندغ ولا ما شريتيش ولا ما شريتيش ثاني تندغ بحال 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 شريتي تندغ ما شريتيش تندغ باقيين شي سنين باش تندغ ايوا لا اله الا الله المهم باقي راه الديكور باقي الديكور غير الديكور اللي باقي فيهم والله العظيم لا غير الديكور وكان دير داك السمايل راه مزيانين لا لا ما كاينش بحال السنين ديال الله تعالى السنين ديال الله تعالى يا سلام كتندغ بهم مزيان تندغ بهم وتاكل بهم وكل شيء ما السنين ديال هادو الا درتي القمقم الثاني راه والو القمقم الثاني بكل تواضع انا ولاد مراكش نقول ليه القمقم الثاني راه كي والو هذاك والو ما كتندغش بيه مزيان ينفع ما تندغ ما والو ما تنيلش بيه والو تقول تحياتي تقول ما عندي ما نقول صح مبروك وتبارك الله عليكم صح حتى دركا خلي النظره زينه الله يكبر الله يحيد عنا غير هذا الاذى ان شاء الله احنا دابا راه خدامين بجماعتنا والو لا سياحه لا والو الله يدير شي تو الله يرفع عنا الوباء ومول الخير يدير الخير امين الله يحفظك تكون الله يحفظك الله يخلي النظره زينه مراكش حوينتات حوينتات كريتبات شري تندغ تندغ زعما كاين كاين مي تندغ ولا والو ايوا كل واحد لا قداس ميتا وكلشي تيندغ كلشي كيندغ كلشي تيندغ باقي شي سنان بعدا لا لا الحب محيداهم مركبه فوق لا لا باقي ما ركبتو باقي تنتمنى انني نركبو ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي حبيبي انايا بغيت نوجه واحد الرساله لمن للفنان ديالنا ايكو ايكو مرحبا مرحبا تحيه للفنان ايكو انا كنت غاديه بالكره الرساله ديالي هنايا في حدا دربو وخارج مسكين وانا تنقول ليه سيدي ايكو تعاون معايا هو مسكين عطاني في الاول 20 درهم عاوتاني تبعدي هو تيقول لي هاكي هاكي واحد البركه لقيت 50 درهم قال لي سير امي انت هي 70 درهم هي 70 درهم تعاون معاك تعاون معاك وادعي معاه دعي معاه الله يجعل مولانا الكريم يخليه دائما مرضي الوالدي الصراحه ما رضنيش واخا عرفت دابا راه الحاله كل شيء على كل شيء ولكن هو ما رضنيش الله يخليه دائما ان شاء الله مرضي الوالدين امين مراكش حوينتات حوينتات مراكش حوينتات حوينتات كري كريتبات تندغ شري تندغ تندغ كتندغ شويه شويه وصافي وانت كتبات كان بات فين كتبات كان بات في الفندق فندق اين فندق هذا اللي هنا في باب مفتوح فندق هي 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 وانت شنو اش كتندغ طنجيه تندغ طنجيه تندغ اللي بيتي ندغ باولو اللي بيتي اللي بيتي اللي بيتي اللي بيتي يلاه يدير لنا شي وجيبه انا بغيت شي وجيبه بغيت شي وجيبه وسيله اه هي 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 لا لا بيت وكاري و وكتندغ وتتندغ بكل التواضيع الحمد لله اللهم لك الحمد ما كاين غير الندير وما كاين غير الطواجن مع مزيدي والطنجيه والمراكشيه وما كاين غير المسيح حتى الغدا ليوم القيامه بكل التواضيع اللهم لك الحمد كل شيء بخير وعلى خير الناس واكله شاربه بخير وعلى خير الناس مهليانه فينا اللهم لك الحمد الله يبعد عنا غير هذا المرض وهذا الوباء وتحل المطار ويجيو لعندنا الكليان ويولي داكشي بخير وعلى خير ويتحلوا لوطيلات وغيستورات وغتقاتق وهادشي اللي عطى الله اللهم يلا ديروا لنا شي وجيبه عليها يلا خالتيني الكرا خالتيني الكرا كريت ندغ او كريت بات او شريت ندغ او كريت بات او شريت ندغ او شريت ندغ او كريت بات او شريت ندغ او كريت بات او شريت ندغ او كريت بات اش هذا اش هذا مراكش حوينتات حوينتات كريتبات شري شريت ندغ كاين ميت ندغ ما كاين ميت ندغ اخويا الزين والو كاع قضيه صعيبه اخويا تنعانيوها اخويا حنا كتجار هنا في السمارين وناس انا مسؤولين على عائلات بزاف وليلى اللهم
ما كانش اللي شاف هاد الناس ولا اللي جاي يتحاور معهم ولا شي التفات بالنسبه لهاد الناس، راه ما شفنا حتى شي حاجه. ولا اله الا الله محمد رسول الله. كاين واقيلا اللي مخلصش الكرة، وكاينين الناس تيعانيو بزاف معاناه كثيره. الا جيت نذكرها لك، كاينين الناس مساكن هنايا اللي زعما وصلوا لشي حاله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عندهم ما يتندغ والو، ما كاين والو، بكل تواضع بكل تواضع، ما كاينش المزاح. الناس هنا تيعانيو في صمت، ولدرجه انهم الناس بكثر ما عايشين معاناه نفسيه. انا الناس بزاف بالنسبه لهذا الشيء ديال الكورونا وهذا الشيء ديال الاصلاحات اللي غادي بواحد البطء خيالي بزاف. وبغينا شي التفاته من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، يشوفوا بعين الرحمه لهاد الناس هادو. شكرا جزيلا. والمثال راه ديال الضحك، ولكن قال لك لا كثر الهم. الا كثر الهم اخويا راه كيضحك هادشي اللي كاين. تحياتي والله يدير الخير. يا ربي الله يفرجها على الناس مجموعين يا ربي، والله يدوز هاد كورونا بسلام. وان شاء الله الرحمن الرحيمين تنتمناو من الله التوفيق سبحانه وتعالى الناس كاملين، الله يفرجها على الناس مجموعين ان شاء الله الرحمن الرحيمين. امين.